الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، أنار الله به القلوب وهدى به البصائر، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فما من خير يعيشه الناس اليوم إلا هو من بركة دعوته ومن ثمار أنوار شريعته، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس من مجالس العلم وفي هذا الجامع المبارك، جامع النصيان في مدينة بريدة، نلتقي على مائدة ذكر لله عز وجل وتعلم لعلم نافع يثمر صلاحا في القلوب وزكاء في الأعمال. وقد يقول قائل: أين هذا من حديث عن أعلام وأشخاص؟ فأين ذكر الله في حديثنا عن العالم الفلاني والإمام الفلاني؟ إن العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم النافع. وهذا العلم ليس كتباً تصف في الرفوف، إنما هو حقيقة ما يترجمه أتباعهم في واقعهم، وما يصدقونه في أعمالهم، وما يكون نموذجاً في منهج الحياة والمعاملة والتعامل. لذلك من عباد الله من إذا رؤي ذكر الله جل في علاه، وهؤلاء خير عباد الله لأنهم يذكرون به ويهدون إليه. وسير العلماء على هذا المنوال، فإنهم يذكرون بالله عز وجل لأن سيرهم تخبر عما كانوا عليه من صالح العمل وزاك الاعتقاد والترجمة لما جاء به سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لم يخلو كتاب الله جل وعلا من ذكر قصص الأولين من الصالحين، يذكرهم لمن؟ يذكرهم لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وللأمة بعده، ويقول بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الممدود بالوحي من السماء، يخبره الله جل وعلا بعد ذكر خبر من أخبر عنهم من النبيين والمرسلين أن أولئك القوم هداهم الله صراطه المستقيم. ثم يعقب على هذه التزكية لسيرهم وما قصه الله عنهم بقوله جل وعلا: فبهداه مقتده. وليس هذا مقصورا على أولئك فحسب، بل إن الاهتداء يكون بكل من أنعم الله عليهم فسلكوا الصراط المستقيم. ولذلك نحن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم بيّن الله من هم، فقال جل في علاه في ذكر أولئك: فقال جل وعلا: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمنعم عليهم ليس فقط الأنبياء، بل الأنبياء وكل من سار في طريقهم ونهج سبيلهم. فلا تعجب أن تكون سير العلماء مما يحيا به القلب، ومما يزكو به العمل، ومما يصلح به الحال، بل قد يكون ذكر أهل العلم وأهل الصلاح بل قد يكون ذكر أهل العلم
وأهل الصلاح مما ينفع أكثر من ذكر الأحكام وتفاصيل الشرائع. لذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه، أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. هذا التعليل الذي يبين أن تلك السير لا تقص وتسرد على نسق الحكاوي والقصص والسواليف التي يملأ بها الوقت، إنما تقص لتكون منهجاً يستفيد منه الإنسان في بناء نفسه وإصلاح مساره وتقويم نقصه وتكميل ما يكون من زلل أو خطأ أو تقصير. وكلنا ذلك الرجل، فمن منا كملت مسيرته واستقامت أحواله؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه مقدمة ضرورية حتى نفهم أن عرض السير والحديث عنها ليس من فضلة الكلام وترف الحديث، بل ذلك مما ينبغي أن يعتني به الإنسان، فلا يخلو من مطالعة لسير المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، عسى أن يجد في سيرهم ما يشرح صدره للبر، ما ينشط نفسه للخير، ما يثبت قدمه على الصراط المستقيم. وها نحن نرى الناس تتخطفهم الفتن يمنة ويسرة، ولا تظن أنك بعيد عن ذلك. فلا يأمن الفتنة على نفسه إلا مغرور، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة، سير الفضلاء والصالحين والنبلاء وأهل العلم وأهل الصلاح والاستقامة نور يقذفه الله تعالى في قلوب من انتفعوا بسيرهم وساروا على ما كان عليهم من خير. عندما نذكر السير لا نقول أنهم معصومون ولا نبلغ بهم الغاية في المقصود، لكننا نذكر نبذاً من الجوانب المشرقة في حياتهم، مواضع القدوة والأسوة في مسارهم، حتى يكون ذلك عوناً لنا على مزيد استقامة وصلاح ونشاط في البر والخير والتشبه بأولئك القوم، كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن من أفضل ما يستفيده الناظر في سير الصالحين أن يكون معياراً لقياس ما عندهم من خير. نحن نحتاج إلى أن نقيس مدى ما في نفوسنا وأعمالنا من خير. قد يقارن الإنسان نفسه بمن حوله أو بمن يعرفه ممن يراهم ويشاهده، فتقعد همته بسبب أن كثرة المحيط ناقص. كثرة من يحيط بنا غالباً يعني يقعدون بنا عن الارتقاء. يرى الإنسان على سبيل المثال أنه محافظ على الصلاة، وكثر من الناس لا يحافظون على الصلاة. يرى أنه يصلي شيئاً من الليل، وكثر لا يصلون من الليل. وهلم جر من أبواب الخير كلها، يجد أن كثيراً من الناس عنها قاعدون وعنها غافلون. يجد كثيراً من الناس عنها قاعدين غافلين، وبالتالي يكون سبباً إما أن يعجب بنفسه وإما أن يقصر في عمله، وكلاهما خطر. فالإعجاب يبطل العمل، والقصور يؤدي إلى النقص في مسار الصلاح، وبالتالي يفوته خير كثير. لكن عندما يقرأ سير الأئمة والعلماء والصالحين يرى أنه يرى أن هناك من سبق في البر والخير، فيشحذ همته لمزيد عطاء ولا يغتر بنفسه. فمهما كان من فضل فهناك من سبقك إليه، ومهما كان من سمو فهناك من سما فوق سموك. وبالتالي ينشط الإنسان للزيادة في الخير ولا يعجب بعمله، وأيضاً لا يعميه كثرة من حوله من البطالين والمقصرين. هذه بعض اللمحات التي يستفيدها الإنسان من مطالعة سير الأولين. وفي هذه النقطة على وجه الخصوص قال النيسابوري رحمه الله: من نظر
في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. أيها الإخوة، تراجم العلماء وسير الأئمة والحديث عن الصالحين لا يقتصر في الجوانب الطبيعية التي يشترك فيها الناس من مولد ومعاش وموت، لكن لا بد من إلماح لبعض هذه الجوانب في ترجمة أي عالم من الأعلام وأي إمام من الأئمة وأي صالح من الصالحين نتحدث عنه، لأجل أن يدرك الإنسان المحيط والبيئة المكانية والزمانية التي عاشها، لأن ذلك مما قد يؤثر في تقويمه لشخصيته، وقد يقطع اعتذار بعض المعتذرين عن القصور بأن المحيط يقعد بنا وأنه ما في تشجيع وأنه ما في نشاط وأنه الناس منصرفون. لما تقرأ بعض أحوال الزمان الذي عاش فيه العالم أو الصالح يكون لك بصيرة في معرفة البيئة ومنشط أنه قد تكون بيئتك أحسن من بيئته ففاتك من الخير أكثر مما فاته. وقد يكون أحياناً عندما نقرأ لا سيما التراجم القديمة نقول أولئك في عصر يختلف عن عصرنا، لكن لما نقرأ تراجم أناس عاشوا في أوضاع قريبة من أوضاعنا تنقطع هذه الحجة التي يحتج بها من يحتج للقعود عن السمو، للقعود عن الارتقاء. نحن يا إخواني في هذه الحياة في سباق، هذا السباق عنوانه اهدنا الصراط المستقيم، ففوق كل هداية هداية، وفوق كل صلاح صلاح، وفوق كل خير خير، فلا تقعد ولا تكتفي بما وصلت إليه. من قعد نزل، لأنه ما فيه في الحقيقة إلا صعود أو نزول. أما استقرار في نقطة معينة قل من يستقر في نقطة معينة، حتى ولو كان يبدو له الاستقرار في نقطة معينة هو إما أن يكون ثمة ارتفاع تدريجي لا يبدو أو نزول تدريجي لا يبدو له ولا يظهر له إلا في مدة زمنية طويلة. إذا كنا كذلك واستشعرنا هذا السباق وأننا جميعا صغارا وكبارا شبابا وشيبا ذكورا وإناثا في سباق وفي ميدان لا يقف لا تفوت فيه دقيقة عبثا، كان ذلك حافزا لنا للبناء. ومن أوجه البناء أن نقرأ ما يكون من سير العلماء، ولذلك تجد الأئمة الأعلام الكبار أفنوا أعمارا في تراجم الأئمة وجمعوا سيرهم وأخبارهم، ليس عبثا ولا فضلة وقت ولا زيادة ولا اشتغال بما لا فائدة فيه، إنما لما في سير القوم من الخير الذي تزكو به القلوب وتصلح به الأعمال وتستقيم به الأحوال وتنشط به النفوس لمزيد خير وعمل. العالم الذي سنتحدث عنه ليس عالما بعيدا لا زمانا ولا مكانا، فهو من علماء هذه البلاد، من علماء هذه المنطقة، ومضى على موته قريب من 15 سنة أو نحو ذلك، فهو حاضر بيننا بأثاره وطلابه وفقهه ومن عاشره من طلبة العلم ومن عامة الناس ومن العارفين بأحوال المنطقة، بل كثير من الناس يعرفون الشيخ رحمه الله بذكره الواسع وفتواه المنتشرة، وإن كانوا قد فاتهم إدراك رؤيته أو إدراك معاصرته والحضور بين يديه في درس أو في خطبة أو في تعليم أو غير ذلك من مناسبات اللقاء. نتحدث عن أبي عبد الله الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان الملقب بعثيمين من آل مقبل رحمه الله رحمة واسعة، وهو من تميم من الوهبة. هذا ما يتعلق بنسبه رحمه الله. الشيخ محمد بن صالح عثيمين قدس الله روحه في جنات النعيم، ولد في منتصف القرن الثالث في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، فكانت ولادته ليلة 27 من عام 1347. هذه ولادته رحمه الله،
ونشأ الشيخ رحمه الله في بيئة صالحة، في بيت صلاح واستقامة وخير، لم يكن بيتا علميا لكن كحال أكثر البيوتات في منطقته، أهل صلاح واستقامة وخير ورغبة. وكان والده رحمه الله من السباقين في الأعمال الخيرية، فكان قائما على دار الأيتام وحريصا على رعايتهم، وكانت دارا فريدة ليس لها نظائر في المنطقة، فكان يأتيها أيتام من جهات عديدة من الجهات المحيطة بمدينته، مدينة عنيزة، وكان رحمه الله يعدهم أولاده. هذا والد الشيخ اللي هو صالح بن محمد بن سليمان آل مقبل، كان يرعاهم ويقوم عليهم. ويذكر لي من عاشره أنه كان يأتي بثياب الأيتام وتغسل في بيته رحمه الله، وكان يخاط ما يخاط من الثياب الممزقة والتي يصيبها ما يصيبها من شأن الأطفال والصغار في بيت أبي الشيخ رحمه الله. والمقصود من ذكر هذا الخبر هو تصوير البيئة أنها بيئة صالحة، بيئة خيرية، بيئة تسعى إلى البر والخير، وهذا بالتأكيد أنه يؤثر على النشأ. فالابن أو البنت إذا نشأ في بيت على هذا النحو من السباق إلى الخير والحرص على الحدب على الضعفاء والمساكين، كان له أثر في نشأته وفي تكوينه وفي محبته للخير. الشيخ رحمه الله نشأ كما ذكرت في بيئة مستقرة، فلم تكن ثمة زعازع، ولا كان الأمر قد استقر للملك عبد العزيز رحمه الله في كثير من الجهات، ونشأ في أوائل الدولة السعودية، وكان الناس على حال من القلة ذات اليد، ما هو معروف حتى فتح الله تعالى على الناس من أمر الدنيا ما فتح. فكانت نشأته رحمه الله نشأة في بيت من أوساط بيوت الناس، وكانوا يمهنون ويمتهنون في الفلاحة، والشيخ كان يعمل مع والده وأعمامه في الفلاحة كشأن من في أسنانه في ذلك الزمان. والولد في ذلك الزمان يعد مكسباً كبيراً لأهله، لا يفرطون فيه بل يستعملونه في أنواع من العمل الذي يعود على الأسرة بتوفير ما تحتاج إليه من أوجه الاحتياج والكسب. فكان الولد غنيمة لأبويه لاستعماله في أوجه الرزق. الشيخ رحمه الله أدخله أبوه بحكم اهتمامه بالتعليم والصغار، أدخله أبوه منذ نعومة أظفاره إلى حلقة جده لأمه وهو عبد الرحمن بن سليمان الدامغ، فتعلم عليه القرآن، والتعلم لم يكن حفظاً بقدر ما كان قراءة، فك للقراءة والحرف وتعليم للحساب. فقرأ على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ، وكان صاحب مدرسة معروفة للصغار في بلدته، وكذلك قرأ على الشيخ علي بن عبد الله الشحيتان وهو أيضاً قارئ. وقد حدثني شيخنا عبد الله البسام أن المشايخ الذين يقرؤون في ذلك الزمان هم مشايخ قراءة فقط وليسوا مشايخ علم، يعني ليس عندهم إلا فقط تعليم القراءة، ولذلك كان يعني عندهم من بعض الإجابات على المسائل الصغار بصورة يعني تكشف أنهم ليسوا على علم راسخ ومعرفة، لكنهم يعرفون القراءة ويعرفون بدايات الحساب، فيجتمع عليهم من يرغب في التعلم على نحو بسيط، لم يكن الأمر يعني متعمقا، فكانوا يدرسون عندهم يتعلمون الكتابة وما أشبه ذلك. الشيخ رحمه الله أتقن الحساب والحفظ على شيخيه، وذلك قبل بلوغه رحمه الله، فكان
قرأ القرآن وأتمه في قريب من 12 من عمره، واحتاج إلى مزيد قراءة وتثبيت لحفظه. بعد ذلك استمر في حفظه وقراءته، واشتغل بشيء من العمل مع أسرته في الفلاحة، وكان يحضر بعض دروس شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله. لمح الشيخ في الشيخ محمد، الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخ وشيخنا رحمه الله، لمح فيه شيئا من النبوء، وهذا من توفيق الله تعالى للمعلم أن يتنبه لنبوغ بعض من يقرأ عليه، كما جرى من الشافعي رحمه الله، كما جرى للشافعي مع الإمام مالك. فإن الإمام مالك رحمه الله قرأ عليه الشافعي شيئا من العلم، فقال له: يا محمد، إن لك نورا فلا تطفئه بالمعصية. فكانت مفتاحا للشافعي رحمه الله في التزود من العلم والقراءة، حتى كان إماما من الأئمة رحمه الله بتلك البركات بحضور الدروس والتوجيهات التي من مشايخه. المراد أن الشيخ عبد الرحمن السعدي لمح في الشيخ شيئا من التميز أو الفطنة. والشيخ يحدثني بعض قراباته من النساء أنه كان من صغره يحب التعليم، حتى إنه كان يلعب مع عيال الحارة أو أهل الجوار بلعبة تعليمية، بمعنى أنه يجي ويمسك كتاب ويجلسهم حوله ويدرسهم شيئا مما تعلمه في الكتاب أو شيء. هذا كانت بعض الألعاب التي يلعبها، مما يدل على أن ثمة بادرة وبذرة لنبوغ وخير كبير إذا استغل. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يفد إليه في ذلك الوقت عدد كبير من طلبة العلم، قبل أن يفتح الله تعالى على الناس الوظائف والأعمال والدراسات النظامية، كان الناس يتلقون العلم في المساجد، فكان الذين يحضرون عند الشيخ عبد الرحمن عدد كبير، وقد قسمهم إلى قسمين: قسم تولى الشيخ عبد الرحمن تدريسهم بنفسه، وقسم أوكل تدريسهم إلى بعض نابغي طلابه وبعض مميزي طلابه، كالشيخ الذي اشتهر في تعليم الصغار طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، وكذلك الشيخ علي بن حمد الصالحي. تتلقى الشيخ عليهما بدايات العلم، وفقه الله نبغ وتقدم في تحصيل العلم، فارتفع وارتقى إلى القراءة على الشيخ عبد الرحمن السعدي. لكن بداية القراءة على الشيخ عبد الرحمن السعدي يبدو أن لم تكن مبكرة، أي الملازمة له لم تكن مبكرة، لعلها كانت في سن 18 أو 17 أو 19 في هذا النحو. أذكر أن شخصا سأل شيخنا في الحج من طلبة العلم، قال: متى بدأت تدرس على الشيخ؟ قالوا: عمري 21. هكذا يقول، هكذا قال رحمه الله، وسمعته بنفسي. طبعا هذه المدة 21، أنت إذا عرفت أن الشيخ جلس للتدريس في عمر 24 في الجامع، المدة قصيرة، لكن لعل الشيخ أراد أنه بداية الملازمة التي أصبح فيها من خواص الشيخ، وإلا في التعلم بدأ مبكرا قبل ذلك، والشيخ تعلم على حضر حلقة الشيخ عبد الرحمن السعدي على فترتين: فترة في مرحلة البلوغ، ثم قبل مرحلة البلوغ، ثم انقطع لشيء من العمل مع أهله، ورغب والده في الانتقال إلى الرياض، فكان الشيخ رحمه الله سينتقل، إلا أن الشيخ عبد الرحمن طلب من والد الشيخ محمد أن يبقى، فبقي بعد انقطاع، واستمر عند كبار طلاب الشيخ يتلقى عنهم، ثم ترقى للقراءة على الشيخ. هذا العرض للتلقي هو توضيح أن هذا النبوغ لم يكن نبوغا غير مبني على أصل، بل كان نبوغا مبنيا على تأسيس على يد عالم من أبرز علماء العالم الإسلامي في وقته. ولا نبالغ أن عبد الرحمن السعدي رحمه الله من مجددي هذا الزمان، وإن كان لم
يدرك ما أدركناه من طفرة علمية، لكنه رحمه الله سبق عصره في نواحي عديدة. ومن أراد أن يقف على شيء من نبوغه وتليينه للعلم واجتهاده في تقريبه للناس فليطالع مؤلفاته، فإن مؤلفاته رحمه الله حافلة بكم كبير من الفقه والعلم والدقة والتحرير، فكان رحمه الله في غاية الدقة والبناء العلمي من حيث التقعيد والتأصيل. جمع الله له شيئا يفتقده كثير من العلماء، وهو حسن البيان وتقريب العلم. وهذا في الحقيقة يخفى على كثير من الناس، أن العلم في عرضه يحتاج إلى، في العرض الذي يجذب القلوب يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى إتقان المعلومة، وأن تكون المعلومة مؤصلة مبنية على أساس من الكتاب والسنة والفهم العميق لمعاني كلام الله وكلام رسوله. والأمر الثاني هو حسن العرض، وهذا لا يقل أهمية عن الأول، فإن حسن العرض يجذب القلوب ويلفت الأنظار، بخلاف ما إذا كان الإنسان لا يحسن العرض، فمهما كانت بضاعته راسخة في العلم وقوية في التأصيل ولم يحسن عرضه فإنه لن يجد له قبولا، لا لأنه لا يملك حقا بل لأنه لا يحسن عرضه. ونحن اليوم يا إخوة في هذا الزمان، نحن الآن التحدي الأكبر عند كثير من طلبة العلم في الجانب، في الجانبين، لكن في جانب العرض يمثل تحديا كبيرا لكثير من أهل العلم، إذ إنه يملك المعلومة لكن لا يتمكن من إيصالها. الشيخ عبد الرحمن السعدي كان قد فتح الله له في إيصال المعلومة، فكان يكتب كتابة يفهمها العميق ويستفيد منها المتوسط ويدركها العامي ويبني عليها المتخصص، فكان ذلك من فتح الله تعالى على الشيخ. شيخنا محمد العثيمين رحمه الله استفاد من الشيخ عبد الرحمن في التأصيل العلمي وأيضا في تقريب المعلومة، وكان هذا من الفتح الذي قرب الله تعالى به علم الشيخ للناس، فأصبحت فتاواه متداولة وكتبه في أصقاع الدنيا، ويقبل عليها المتخصصون وغيرهم، ويستفيد منها طلبة العلم ومن رغب في الثقافة الدينية ولو لم يكن من طلبة العلم، وهذا من فضل الله تعالى على شيخنا رحمه الله. الشيخ محمد رحمه الله في تلقيه للعلم سار أولا مسار أقرانه في التلقي على الأشياخ في الدروس والمساجد وعلماء وقته. لما فتحت المعاهد العلمية أشار عليه من أشار بأن يدخل الدراسة النظامية ليتمكن من الإفادة، فاستأذن شيخه في أن يدرس في المعهد العلمي، ولم يكن إلا في الرياض، فأذن له وشجعه فذهب إلى الرياض، فكانت فرصة لاستزادة من التعلم، فالتقى بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأخذ عنه علما لم يكن متيسرا له في منطقته وهو علم الحديث، فلقي عالما مهتما بالحديث مقربا لمعانيه ميسرا لأصوله، فاستفاد منه في ذلك فائدة كبيرة، والتقى غيره، وممن التقاهم واستفاد منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وهو قد حدثنا رحمه الله عن أول ما لقي الشيخ في المعهد العلمي في الرياض، يقول دخل علينا شخص بادي يعني في لباسه شيء من الرثاثة وفيه شكله شيء من يعني عدم الترتيب، حتى أنه وقع، الشيخ يقول حتى أنه وقع في نفسي إني شلون أنا أخلي ابن سعدي واجي أقرأ عند هذا، ولا يعني كأنه استقله لأن ما يدري من اللي دخل عليه، نظر إلى الصورة والشكل ولم يكن كشيخه وكمن عهد من المشايخ من حيث يعني ظهور آثار
العلم عليه وما إلى ذلك، إنما الشيخ كأنه أعرابي، يقول كأنه أعرابي الشيخ في 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 هيئته اللي هو الشيخ محمد الشنقيطي، يقول لما تكلم فتح الله عليه من أبواب البيان والعلم ما بهرنا وأذهلنا، وعرفنا أننا نغترف من محيط ونأخذ عن عالم كبير، ثم عرفنا أنه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو كذلك. ومن سمع شيئا من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أشرطته أو طالع شيئا من كتبه عرف ذلك. لكن ذكرت السماع لأن السماع يبين مدى ما عند الإنسان من بيان وإيضاح وقوة علمية أكثر من الكتابة، لأن الكتابة قد تكون تحريرا وتأخذ وقت بخلاف البيان والإيضاح، فإنه غالبا يكون عن ظهر قلب ويبرز قدرات الإنسان البيانية والعلمية والفكرية أكثر من الكتابة في تقويم الأشخاص. المقصود أن الشيخ لما راح للرياض التقى بجماعة من العلماء واستفاد منهم، ثم إنه رجع بعد أن فرغ من المعهد العلمي، يقول لما رجعنا إلى عنيزة كان الطلاب قد تفرقوا، فلم يبقى مع الشيخ عبد الرحمن السعدي إلا عدد قليل، وكنت قد جئت مدرسا في المعهد العلمي في عنيزة لما افتتح، عينت مدرسا في المعهد العلمي فكنت أقرأ على الشيخ. يقول الشيخ محمد كنا في بعض الأحيان نقرأ على الشيخ ما عنده إلا واحد أو اثنين، أحيانا يقول لا أخرج إلا أنا وهو، درس الضحى هذا ما يحضره أحد إلا أنا، وكان يقرأ معه في قواعد ابن رجب. سألت لماذا، وين الطلاب، مع أن الشيخ إمام عصره الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكان الناس يفيدون إليه من جهات عديدة. قال تفرقوا في الأمصار، تفرقوا أئمة وقضاة، لأن الدولة كانت في أول التأسيس تحتاج إلى أئمة وقضاة ومعلمين، فطلبة العلم في الحلق انصرفوا إلى تعليم الناس وإلى القضاء وإلى الإمامة في جهات المملكة كلها، وكان أن انصرف، فلم يبقى عند الشيخ عبد الرحمن السعدي إلا نفر قليل. ويتضح هذا أنه لم يكن يقرأ في بعض الدروس إلى الشيخ محمد مع شيخه فقط. هذا يبين لنا أن الشيخ رحمه الله لم يتوقف عن التعلم والتلقي بعد أن بلغ ما بلغ من التعلم في الرياض والتخرج والتدريس، وهذا يا أخوة ملحظ يخفى على كثير من طلبة العلم، يظنون أن العلم يصل إلى حد ويقف وينتهي. العلم لا حد له، من ظن أنه بلغ فقد هوى، من ظن أنه وصل فقد انقطع. العلم لا بد فيه من مواصلة، من توقف نسي، من توقف اضمحل علمه. العلم بناء تراكمي لا يتوقف، كما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة. وإلى متى هذا، لما قيل له يا أبا عبد الله إلى متى، قال من المحبرة إلى المقبرة، وجاء عن عبد الله المبارك نظير هذا الكلام. المقصود أن الشيخ واصل التعلم إلى آخر وقته في تلقيه على شيخه. جلس للتدريس عام 1371، أي بعد بدايته بقريب من 10 سنوات من بعد بدايته التلقي وقراءة القرآن والتعلم، قريب من 10 سنوات، وكان عمره قريب من 23 أو 24 عاما. هذا بدايته التعليمية من عام 1371، واستمر رحمه الله في التعليم إلى عام 1421، وإذا حسبت ذلك عرفت أنه نصف قرن رحمه الله وغفر له. وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في موازين حسناته. لم يقتصر رحمه الله على نمط من التعليم، يعني كان تعليمه واسعاً متنوعاً، يصل القريب والبعيد والمتخصص وغير المتخصص، لم يترك مجالاً من مجالات الخير والتعليم إلا ضرب فيه بسهم،
حتى في سفراته رحمه الله. أنا أذكر هذا رأي عيني أخواني، ما كان يغادر بيته في ذلك الوقت، أول الوقت ما كان في جوالات، لكن كان الشيخ ينتقل لمكة في رمضان وينتقل في الإجازات لجهات عديدة ويشارك في دورات، وكان رحمه الله إذا انتقل إلى أي جهة يجعل رسالة في هاتفه، اتصل بعد العصر، اتصل بعد الظهر على الرقم التالي بصوته، يسجل ذلك بصوته رحمه الله، في حرصه على التواصل مع الناس وعدم الانقطاع عنهم، وفي حرصه على نفع الناس في الإفتاء وفي قضاء الحاجات وفي تعليم العلم وفي أبواب البر بشتى صنوفها. ولذلك يعني عد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذا العصر من أكثر أهل العلم تأثيراً في المسيرة العلمية للمتعلمين، وليس ذلك فقط في حلقته وطلابه المباشرين، إنما كان ذلك في عامة من يصل إليه علم الشيخ ويتعلم عليه من القريب والبعيد. وقد قص لي أحد الأخوان، أنا لم أتلقاها مباشرة منه رحمه الله، لكن قص لي أحد الأخوان أن الشيخ محمد التقى بفئة من الحجاج من روسيا بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي، وجاء فئة منهم إلى الحج، فالتقوا الشيخ رحمه الله في مكة وكان قد ألقى عليهم كلمة دون أن يعرفوه، دون أن يعرف بنفسه، فكان المترجم بعد أن كان سيلقي عليهم كلمة، ففي أول الكلمة الرجل قال بترجمته التي بلغة القوم إن هذا الشيخ محمد بن عثيمين، فبكى بعض الحاضرين، فقال الشيخ أنت وش قلتم؟ أنا ما قلت شيء إلى الآن، يعني وش اللي أبكى الجماعة وأنا لم أبدأ إلى الآن الحديث؟ قال هؤلاء يا شيخ تعلموا على كتبك وهم في السراديب وهم في السجون وهم في المنع الذي كان عاما على الاتحاد السوفيتي، وأنا يحدثني أحد الطلبة الذين كانوا في سوريا في وقت حافظ الأسد لما كان التعليم نادرا ولا يصل إلى الناس العلم الشرعي، يقول كنت أقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد العثيمين من خلال أشرطته، وكانت الأشرطة تحفظ تحت الأرض، ندسها تحت التراب، فإذا أردنا سماعها نخرجها من 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 المخاب التي يخبئون فيها دروس الشيخ محمد ودروس الشيخ عبد العزيز باز ودروس الألباني ودروس العلماء ويقرؤون، وكان منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فلا غرابة في مثل هذه الأخبار. المقصود أن علمهم رحمهم الله وعلم الشيخ اتسع وكان من أعظم الناس تأثيرا في تقرير العلم وفي المنهج العلمي، حتى إنه فيما يبدو لي لو أردنا أن نعد مجددي هذا العصر لعددنا الشيخ من المجددين في جانب التعليم الشرعي وفي العمل بالسنة وفي طرائق الاستدلال، فإنه رحمه الله قعد قواعد يلمسها كل من يقرأ شيئا من علمه أو يسمع شيئا من فتاواه رحمه الله تعالى. الجوانب التي يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بسيرة الشيخ وترجمته ليست محدودة، لكني أنا أقول إن الشيخ رحمه الله ينطبق عليه ما ذكره الإمام الشافعي في بيته الشهير إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وقد جمع الله له فقه المقال وفقه العمل، وهذا من ميزاته رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله كان مترجما لما تشبعت به نفسه من علوم الكتاب والسنة في قوله وفي عمله وفي هديه وفي سيرته وفي معاملته وفي شأنه الخاص وفي شأنه العام، وليس فقط في جانب من الجوانب، وهذه ميزة مما يفتقدها الإنسان في كثير من المشتغلين بالعلم، أن العلم على اللسان لكنه لا يتجاوز ذلك إلى السيرة والعمل، وقد يوفق الإنسان إلى جانب من جوانب الامتثال والاقتداء والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون الإنسان قد صاغ حياته
وصاغ منهجه وطريقة تعامله وأحواله على هدي الكتاب والسنة، هذا لا يوفق إليه إلا من شرح الله صدره للخير ووفقه الله تعالى لاتباع السنة. وهذا من أندر ما يكون ومن أقل ما يكون، وهو من دواعي القبول الخفية التي تخفى على كثير من الناس، فيقال لماذا علم فلان منتشر وعلم فلان وغيره غير منتشر؟ جوانب تخفى على الناس، وهي ما يتعلق بالسرائر. الشيخ رحمه الله لا أظن أن أحداً يعرف الشيخ عن قرب، بل حتى عن لقاء عابر، إلا ويرى فيه آثار السنة ويرى فيه آثار الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه يا أخوان عندما نتكلم عن، أعود وأقول، نحن لا نقول بأن فلانا من الناس بلغ الغاية وانتهى به المطاف وليس ثمة نقص في عمله، كل ابن آدم خطأ، لكن نحن نتكلم عن الهدي العام والسمة العامة، وكل ابن آدم خطأ، فحتى لا نخرج إلى حيز المبالغة أو الغلو في الأشخاص أو أن نخلع عليهم ما ليس من حقيقة حالهم، ينبغي أن نتفطن، أن ذكر الجوانب المشرقة في سير العلماء وفي سير الصالحين ليست تزكية مطلقة، إنما هذا ما بدا لنا من حالهم وعلى غالب عملهم. وأما الحقائق والخفايا فتلك عند الله عز وجل، والحكم نحن نحكمه على الظاهر. فشيخنا رحمه الله كان شديد الحرص على فهم القرآن وعلى العمل بالسنة، ونقول هذان الأصلان أصلان تميز بهما الشيخ، وهما من أسرار تميز فقهه وعلمه. كان شديد العناية بالقرآن فهماً وإدراكاً لمعانيه، وكان عظيم الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته. وإذا وفق الله تعالى العبد لهاتين الخصلتين فاز بخصلتين كانتا سبباً في تميز القرون المفضلة. يعني لو قال قائل ما الذي تقدم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سائر طبقات الأمة، يقول ابن تيمية الذي ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر أصحاب عن سائر طبقات الأمة هو أنهم كانوا على علم بمعاني كلام الله وفهم لمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة للعمل بالكتاب والسنة. فالعمل هو ثمرة الفهم والإدراك. الشيخ رحمه الله ميزه الله تعالى بهذا، فكان شديد العناية بالقرآن. والعناية بالقرآن عندما تذكر ينصرف كثير من الناس إلى فهم جانب من العناية بالقرآن، كالعناية مثلا بتلاوته أو بحفظه أو بدعم حفظته، وهذا كله من العناية بالقرآن، لكن أعظم منه العناية بالفهم، أن يكون الإنسان حريصا على إدراك معاني ما يسمع من كلام الله. وهذه تكون بالهم، إذا اهتم الإنسان لفهم كلام الله أصبح متحريا لإدراك معاني كلام الله حتى في سماعه. عندما يسمع الأئمة يقرؤون تجده يتدبر، يفهم، يسمع، يرى أن هذا موقف صح أو موقف خطأ. يقول شيخنا القراءة التفسيرية استفدناها من الشيخ عبد الرحمن السعدي، كنا نصلي خلفه في رمضان ونتعجب من وقفاته، فكانت وقفاته تحملنا على أن نطلب ليش وقف هنا ولماذا لم يقف هنا، وهي ما يسمى بالقراءة التفسيرية. ولذلك الشيخ رحمه الله كان تعجبه من قراءات القراء المعاصرين قراءة الشيخ عبد الرحمن السديس، ويقول هي قراءة تفسيرية، يعني أنها قراءة تفسر القرآن. ونحن شهدنا الشيخ عندما كنا نوصل، الشيخ رحمه الله لم يكن ذا صوت شجي في القراءة، قراءته كقراءة أمثاله من الناس، ليس فيها تميز من حيث التطريب والتغني بالقرآن، إنما كان تميز الشيخ، وهو الذي كان يجعل صفوفاً تصلي خلفه، على أن قراءته لم تكن يعني قراءة
جاذبة كأصوات القراء الذين يتغنون بالقرآن، الذي كان يجذب الناس فترى خلفه ثلاثة صفوف أربعة صفوف، كان يجذبهم أمران: عمله بالسنة في صلاته، فقد أحيا رحمه الله السنة في الصلاة من حيث هديه في إقامة الصفوف، هديه في القراءة، هديه في الركوع، هديه في السجود، هديه في تحري صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون إشقاق على الناس مع اتباع السنة. الأمر الثاني في قراءة، لا سيما في رمضان، كانت قراءته تفسيرية، بمعنى أنك إذا قرأت تتأمل من وقفات الشيخ وقراءته ما كان يعينك على فهم المعاني. وأما من حيث جمال الصوت، كان الشيخ رحمه الله يحب سماع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كان إذا سافر يأخذ أشرطته ويستمع إليها، وتعجبه قراءته على نحو مميز، حتى إنه اشترى المصحف، يعني كان عنده المصحف كامل لعبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والمقصود أن العناية بالقرآن سماعاً، والقراءة والعناية بالقرآن تلاوة، والعناية بالقرآن فهما، يفتح للإنسان آفاقا من التعلم والعلم ليس له بال بالحد الذي يصل إليه، يفتح له ما ليس في باله وما ليس في خياله بسبب بركة القرآن وتدبره. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن وصايا رحمه الله في شأن تلاوة القرآن كان يقول: إذا كان لك حزب اقرأه في أول اليوم، اقرأه في أول يوم، فإنك إذا قرأته في أول يوم تغانمت ما يمكن أن يفوت منه، وأما إذا جعلته في آخر اليوم قد تدهمك الأعمال والارتباطات ثم لا تتمكن من تلاوته. لذلك كان حزبه بعد إفطاره رحمه الله، كانت قراءة حزبه من القرآن بعد إفطاره. وكم من المرات أفطرت معه رحمه الله، فكان إذا فرغ من إفطاره توضأ وصلى ما كتب الله له من صلاة الضحى، ثم خرج إلى فناء بيته ويدور في الحوش له نص ساعة، ساعة إلا ربع، يقرأ ما يسر الله تعالى له من القرآن. هذا غير قراءته التي كان يقرأها في طريقه المسجد في ذهابه إليه، فكان يمشي قريبا من الكيلو من بيته إلى المسجد، كان يعمره في ذهابه لا يحدث أحدا ولا يسمح لأحد بالحديث، لأنه كان يقرأ ما يسر الله له من القرآن. هذا في عنايته بالقرآن رحمه الله، وعنايته بالقراءة وحرصه على المداومة. وكان يقول: القرآن إذا داومت عليه لم تحتاج إلى أن تفتح المصحف من 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 حضوره في ذهنك. وحتى أنه قال في سنة من السنوات رحمه الله صلى في الحرم، وقال إني كنت، يعني كان يدرس الشيخ ومشتغل بالتعليم، فصلى بالناس، فما كان يعني يقول: كنت أرى الأئمة يعني يراجعون، والحمد لله أن دوام القراءة كانت تغنيه عن أن يحتاج إلى أن يراجع ما سيقرأه في صلاته. من الجوانب التي يعني يحسن الوقوف عندها في سيرة شيخنا رحمه الله هو استحضار معاني القرآن في المعاملة، وهذا يخفى على كثير من الناس. القرآن لم ينزل آيات تحفظ لا تترجم. الشيخ رحمه الله كان يترجم القرآن بمعاملته وينبه إلى ذلك الناس في مواطن عديدة. أذكر من ذلك مثالا والأمثلة كثيرة. يعني مرة من المرات كنا في المعهد العلمي، ألقى الشيخ رحمه الله محاضرة، وعند الانصراف كان الحارس حفيا بالشيخ ومسورا به ويودعه، فكان يودع بالإشارة بيديه يعني الابتسامة. فلما الشيخ ركب وودعه الرجل بهذه الصورة والصيغة التي ذكرت، كان الشيخ في السيارة يبادله نفس الإشارات ونفس الطريقة التي حياه بها. لما فرغنا يعني من الخروج وانصرفنا، التفت إليه قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال رحمه الله: فالتحية بأحسن منها تكون في اللفظ
وتكون في الأداء وتكون في الصورة. هذا الفقه يقوله ماشي في السيارة، يعني ما هو شيء درس علمي، هو يعني وهو يبين فقط، يعني قد يلاحظ مثلا استغرابا فيفسر هذا، ترى من 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 تفسير قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه المعاني تغيب عنا نحن في كثير من الأحيان. القرآن نقصره فقط في الترجمة على حلق العلم والتدريس والفوائد المستنبطة، لكن أن يكون هذا معنا في حياتنا، نستحضر معاني القرآن، هذا سيكون له أثر كبير في سلوكنا، وأيضا في الاحتساب لما تتذكر هذا وتحتسب يكون هذا أعظم لأجرك وأوفر في عطاء الله عز وجل لك. هناك جوانب عديدة الحقيقة، كم بقي من الوقت؟ هناك جوانب عديدة من حياة الشيخ رحمه الله، الوقوف عندها جميل، لكن هنا يعني قضية وهي موقف الشيخ رحمه الله من متغيرات العصر والأحداث الجارية فيه. هذه الحقيقة نحن بحاجة إلى الوقوف عندها، لا سيما ونحن نشاهد ما نشاهده من بلايا وفتن متلاحقة أصابت الأمة في كثير من البلدان، وأما الإصابة الفكرية فهي عامة في كل مكان. الشيخ رحمه الله كان صاحب صبر وأنات وبصيرة وحلم، وهذه صفات ضرورية لكل من أراد أن يسلم من آفات وشرور البلايا. لما حدثت فتنة جهيمان، يحدثني أحد الطلبة قال: إن جئت للشيخ محمد وقلت: يا شيخ هذا المهدي طلع في مكة. الشيخ طبعا جاءه هذا متحمس وشديد القناعة، قالوا: يا ابن الأجود اصبر أنت، نزل الأمر على ما جاءت به السنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغزوهم جيش فيخسف به؟ لا تستعجل، ليس ثمة، لن يفوتك، إذا كان هو فلن يفوتك، وإذا لم يكن هو فقد سلمت منه. هذه الأنات وهذا الصبر وهذا الفقه يفوت كثير من الناس في المدلهمات والحداث الطارئة، تجده يبادر إلى أي بارقة يظن أنها حق، أي وهم يظن أنه صواب، لا يراجع في ذلك علماء ولا يستثبت في ذلك من أهل بصيرة، بل يقدم دون روية ولا بصيرة ولا علم ولا أنات ولا يراجع. فهذه السمات التي ذكرتها عن الشيخ رحمه الله وقته شرا كثيرا من الفتن والمزالق التي هوت بها أقدام كثير من الناس، وكانت بصيرة له رحمه الله في تبصير الناس ووقايتهم الشرور. وهلم جر في أحداث كثيرة، كان رحمه الله ذا أنات وبصيرة وصبر وحلم وتغليب لجانب الاستمساك بما في يدك من خير وعدم الركض وراء سراب خير موهوم. هذه بعض الجوانب التي يسر الله تعالى الوقوف عليها من سيرة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسمعنا ما ينفعنا، وأن يتبعنا آثار الصالحين، وأن يجمعنا بهم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة. يقول: جئت متأخرا وما حملني على الحضور هذه المحاضرة، جزاكم الله خيرا، حبي لهذا الشيخ رحمه الله وجزاكم خيرا، وأقول: كنت قد أرسلت استفتاء الشيخ قبل سنوات وأنا في بلدي، فجاءني جواب الشيخ عن سؤالي رحمه الله بخط يده، وزين آخر الجواب بقولي: وفقك الله للخير ونفع بك، علما بأني من خارج هذه البلاد المباركة. نعم، هذا جانب من جوانب اهتمام الشيخ. الشيخ رحمه الله من حيث وقته، كان إذا صلى الفجر هو يستيقظ قبل الفجر بشيء من الوقت يمكنه من صلاة ما يسر الله له، ثم بعد ذلك يتصبح بسبع تمرات ويصلي الراتبة ويخرج سائرا إلى المسجد
على قدميه، وكان يخرج حافيا رحمه الله صلاة الفجر يحتفي ويصلي الفجر، ثم يجلس ما قدر الله له من وقت في الذكر، ثم يعود إلى بيته وينام قليلا إلى الساعة الثامنة، ثم يستيقظ الساعة الثامنة ويفطر وهو يسمع الأخبار. هذا لم أدركه في فطور إلا وهو يفتح الأخبار رحمه الله ينصت إليها أو يسمع شيئا مفيدا، ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له من الضحى ويقرأ ما يسر الله له من القرآن. بعد ذلك يدخل إلى مكتبته ويجلس لحوائج الناس في الإجابة على الأسئلة. هذا الآخر يقول أن الشيخ أجاب على سؤالي، هذا وقت إجابة الشيخ للأسئلة وكتابة المناصحات وكتابة ما يكون من حوائج الناس في وقت إلى الظهر، ثم يخرج إلى صلاة الظهر أيضاً ماشياً ويصلي في مسجده بعد صلاة الراتبة في بيته. وكان رحمه الله إذا جاء وقت الصلاة مباشرة يقوم، إذا أذن مؤذن مباشرة يقوم حساباً للوقت، لأنه بينه وبين المسجد قريب من ربع ساعة سيراً، فيبادر إلى الوضوء ويصلي ما كتب الله له ويخرج إلى المسجد رحمه الله، يقطع ما هو فيه ويذهب في قراءة أو في ما إلى ذلك المقصود، ثم يرجع بعد الصلاة ويرجع معه من يسر الله من الطلاب، وكانت تقرأ عليه كتب ويجيب على أسئلة في طريقه. وإذا رجع جلس على الهاتف، فوقت الإجابة الرسمي الأكثر هو بعد صلاة الظهر إلى وقت الغداء، ويأتي إلى الغداء ومعه هاتفه رحمه الله، ينتقل الهاتف من مكتبته إلى السفرة ويجيب على الأسئلة وهو يتغدى إلى قريب ما قبل العصر بنصف ساعة، ثم يغفو قليلا، وبعد ذلك يخرج إلى صلاة العصر ويجلس في المسجد إلى أن تقضى حاجات الناس، لأنه يأتيه ناس مستفتين وأصحاب حوائج وأصحاب يعني مطالب ديون وما إلى ذلك، إلى ما يسر الله، ثم يخرج إلى بيته، وأحيانا ما يصل البيت إلى المغرب، أحيانا لا يصل البيت لا سيما في رمضان وشبهه لا يصل البيت إلى المغرب، يدخل ويتهيأ للصلاة ويخرج ثانية للدرس. إذا تقدم مجيئه في هذا الوقت قبل المغرب يراجع ما يسر الله له فيما يتعلق بدرسه، وبعد ذلك يخرج، والمغرب رسمي عنده درس في المسجد في أبواب من العلم، وبعد ذلك يصلي إلى العشاء، وإذا صلى العشاء غالبا ما يكون عنده موعد في دوائر علمية مع طلبة العلم، مع الهيئات، مع القضاة، مع جهات عديدة، حتى في سنوات كان له دائرة مع باعة الخضرة اللي في السوق، كان لهم دائرة مع الشيخ يعرضوا شهرية، يعرضون عليه حوائجهم ومسائلهم وما يشكل عليهم، يسمع الأخبار الساعة 11، ثم في قريب الساعة 12 يأوي إلى فراشه رحمه الله. هذا جدوله اليومي. فجوابا أو إشارة إلى ما ذكر الشيخ الأخ من أن الشيخ كتب جوابه، كتابة الأجوبة كان حريصا عليها، وكان رحمه الله إذا أجاب جوابا صوره واحتفظ به، ومنه صدرت هذه الفتاوى 20 مجلد الآن وصلت إلى قريب من 30 مجلد في فتاوى الشيخ ابن عثيمين كلها بخط يده رحمه الله. الأخ يسأل يقول شيخنا نعم يقول هل من رسالة لمن كبر سنه وهو يسوف في طلب العلم؟ والله الرسالة للكبير والصغير، كلنا بحاجة إلى أن نتذكر فضل العلم، لا سيما مع هذا الانصراف الذي نشاهده من الناس. خير ما تستعمل به نفسك أن تتعلم دين ربك، أن تسلك هذا السبيل الذي قال فيه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وذلك لا يقتصر على تعلم ألفاظه ولا على حفظه، بل على تعلم ألفاظه ومعانيه وتدبره وتعليمه، وهذا يشمل كل العلوم الشرعية،
فإنها من تعلم القرآن، تعلم العقيدة، تعلم الفقه، تعلم حتى بدايات العلم كالمصطلح واللغة، إذا احتسب الإنسان الأجر فيها فإنها من تعلم القرآن، لأنها وسائل للوصول إليه وإدراك معانيه. السائل يقول: كيف يجمع الطالب بين العلم الشرعي والتخصص الجامعي غير الشرعي؟ يعني هذا من توفيق الله للمرء. الحد الذي لا بد من تعلمه في العلوم الشرعية هو ما تقيم به دينك، هذا القدر ما يعذر فيه أحد. القدر الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه من علوم الشريعة هو ما تقيم به دينك في معرفة ربك وعقيدتك وفيما يتعلق بعملك، كيف تتظهر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي مالك، إن كنت ذا مال كيف تحج، كيف تصوم، هذا القدر لا يعذر فيه أحد، وما زاد فذاك فضل الله، ومن صدق الرغبة تذللت له السبل. لكن من الأكمل إذا كان الإنسان يجد من نفسه رغبة في العلوم الشرعية ونشاطا أن يتخصص في شيء يعينه على المواصلة في تحصيله العلمي، لأن تخصصه في غير المجال قد يعني يزاحم العلوم الشرعية، لكن لا يمنع. أنا أعرف من كان في دراسات وواصل في دراسات غير علمية شرعية، يعني في علوم تجريبية وتطبيقية، وهم من الذين نفع الله بهم وانتفعوا وعندهم علم ومؤلفات، لكن من الكمال أن تجمع بين الأمرين. يقول: هل يجوز طلب العلم عن طريق سماع تسجيلات الشيخ ابن عثيمين إذا لم يتوفر الوقت لحضور المساجد؟ نعم، ما أكيد يجوز، ما في إشكال، هذا من ما هو بيجوز، هذا من إما من المستحب الواجب أو الواجب إذا كان إنسان يتعلم من خلالها ما يجب عليه تعلمه من أمر دينه. فأبد استعن بالله وتعلم سواء مباشرة أو بالأشرطة، لكن إن تيسر لك أن تتلقى عن العلماء أو تراجعهم في التعلم فهذا حسن، فإن لم يتيسر لك فراجعهم فيما أشكل عليك ولا تستقل بفهمك، فإن كثيرا ممن استقلوا بأفهامهم زلت بهم الأقدام وحصل عندهم أخطاء نتاج أنهم لم يتلقوا هذا العلم عن حملته. التلقي على المشايخ يختصر الطريق، التلقي على المشايخ يقي زلل الطريق، التلقي على المشايخ يفتح لك أبواب من العلم قد لا تستطيع الولوج إليها، يبين لك من المعاني ما قد لا تصل إليه من خلال القراءات. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن العلم كان في بطون الكتب، ثم أن العلم كان في صدور الرجال، قال: كان العلم في صدور الرجال، وغدا من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وليس مع العلماء اليوم إلا مفاتيحه. فهذه المفاتيح لا يمكن أن تدركها من خلال قراءة الكتب، فالجمع بينهما إن تيسر فذلك حسن طيب. أنا شاب كنت أتعهد القرآن في كل يوم، ولكن لهيت بالأهل ومشاغل الدنيا حتى أني أقصر في صلاتي، وبعد بعض العبادة أفيدوني. أقول: يا أخي أنقذ نفسك، أدرك نفسك قبل أن يذهب القرآن. والآن ليس فقط القرآن، الآن أنت تقول حتى العبادات أصبح فيها قصور، ماذا تنتظر؟ يعني أنت لما يشب الحريق في بيتك تقول اصبر أم تبادر إلى إطفائه؟ الآن الحريق اشتعل في ثيابك بتقصيرك في حق الله عز وجل في الواجبات، فبادر إلى إطفائه بالمبادرة إلى إصلاح العمل وصدق النية، ولا تنتظر لحظة عن أن تقوم المسار وتصلح الخطأ وتكمل النقص. الأمور تتفاقم، والضلال لا يبدو كبيرا، إنما الضلال خطوة خطوة. ولذلك قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تظن أن الشيطان سيقفز بك من الهداية في أبهى صورها إلى الضلال في أقبح صوره، إنما الأمور تأتي تدريجا، فيحقر في عينك السيئات حتى تهلكك، ويحقر في عينك الحسنات حتى تزهد فيها، وهنا تصاب في مقتل، أن تحتقر السيئة وأن
تحتقر الحسنة، احتقار الحسنة يحملك على تركها، واحتقار السيئة ينشطك على مواقعتها ويؤزك على فعلها، فاحذر وبادر إلى إقامة الهدى في طريقك واستعن بالله يا أخي. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، أعذنا من الضلال واهدنا سواء السبيل يا رحمن يا رحيم. يقول في مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. ما المقصود بالهجرة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار في معقل بن سنان في صحيح الإمام مسلم: العبادة في الهرج أي في زمن الفتن وكثرة المضلات كهجرة إلي، له معنى يعني. المعنى الأول في الثواب، فهو في الثواب كأجر الهجرة، والهجرة منقبة عالية عظيمة، لكن ثمة معنى آخر يخفى على كثير من الناس، وعندي أنه قد يكون أهم من حيث المسار العملي والزمن الحياتي، أن العبادة في الهرج حصن يقي الإنسان الضلال، كما كانت الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقل الناس الكفر وأذى المشركين، فكانوا يفرون من ديارهم بدينهم فيأتون إلى معرز الإيمان فيحفظهم ذلك عن ما يكون من ضلالات وانحرافات. فقوله كهجرة إلي في أن العبادة في الهرج حصن يقيك الضلال والانحراف، وفي أنه سبب لفتح باب عظيم لك من الأجر، وهو أن العبادة في زمن الغفلة وزمن كثرة الضلال مما يجري عليك أجرا عظيما وثوابا كبيرا، فهي كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المعنيان؟ المعنى الأول الأجر، والمعنى الثاني أن الهجرة، أن العبادة في الهرج مما تقيك الفتن، حصن يقيك الفتن. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل كان كثير المزاح؟ لم يكن كثير المزاح، لكنه كان يحب الدعابة رحمه الله، ويؤنس جلساءه بما يذهب عنهم الملل، وكان يعني رحمه الله حسن التعليم لطيفا، وكان مزاحه مزاحا بحق لا يعتدي فيه على أحد ولا يسخر فيه من أحد، لكنه كان رحمه الله يستعمل الدعابة في تقريب العلم وإيناس الجلساء، وليس فقط في مجالسه الخاصة بل حتى في مجالسه التعليمية رحمه الله، وفي حلق العلم سواء في مسجده أو في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هل هناك موقف أثر فيك شيئا شيخنا وأن تذكر عن الشيخ رحمه الله؟ والله يا أخي الشيخ مدرسة حقيقة، أنا أقول ذلك من خلال مقاربة، كثير من الناس يعرفون الشيخ مفتيا ومعلما ومدرسا، لكن عندما تعرف العالم حياتيا يوميا تصبح وتمسي معه وتسافر وتسمع منه وتراه في حال غضبه وفي حال سروره وفي حال يعني في أحواله كلها، الحقيقة أنك ترى، لا سيما إذا كان الشخص موفقا لاتباع السنة، ترى وجها آخر للعلم. وأنا أقول لكم يا إخواني، أنا استفدت من الشيخ في بيته ومجالسته له أضعاف ما استفدته منه في حلقته. أنا كنت أجلس مع الشيخ رحمه الله على مناسبات عديدة وفي مجالس الإفتاء في التلفون، اكتسبت منه رحمه الله فوائد لا أظن أنها يمكن أن تحصل بالجلوس في حلق العلم ولا في سماع الإفتاء العام، لأنك لما تسمع العالم كيف يسأل ويفتي وكيف يجيب وكيف يتعامل مع المستفتي وبماذا ينب، يعني مدرسة تطبيقية ممارسة، وهذه الحقيقة منحة من الله أشكره عليها وأسأل الله أن ينفعنا بها. لكن المقصود من ذكرها هو أنه المواقف لا تنحصر في حادثة أو في موقف، إنما في شأن كله، والمواقف كثيرة الحقيقة، يعني لو أذكر منها يعني ما أدري وش أقول، يعني منذ عرفت الشيخ رحمه الله إلى أن ودعته رحمه الله بموته في خلال 20 سنة، رأيت منه شيئا
كثيرا من العلم والتعليم والأدب والخير والحرص على نفع الناس بصورة يعني قد تكون من أندر ما يكون. أنا أذكر لكم حادثة. الشيخ رحمه الله بعد أن مرض توقفت دروسه لما انتقل إلى الرياض للمستشفى، ودخل المستشفى في 16 من شعبان 1421، وقبل دخوله جاءه من جاءه من المحبين، وهو حدثني، هذا الشخص اللي جاء الشيخ حدثني، قال لي قلت الشيخ الجامع معطل والطلبة ما عندهم شيء، وفي طلبة كثر، وليتك الشيخ ترتب شيئا من الدروس لطلابك. مباشرة الشيخ تفطن لهذا وكتب ترتيبا للدروس. هذا الترتيب لدروس أخبر به بلسانه، وأنا ممن ذكر لي ذلك في يوم 16/8/1421. دخلنا المستشفى، أنا كنت معه رحمه الله لما دخل المستشفى، لما دخلنا الغرفة المخصصة له، يا أخواني والله هذا الذي يعني أقوله كرأي عين الآن، لما استلقى الشيخ على السرير أول دخوله للمستشفى، استلقى الشيخ على السرير، كنت واقف بجواره، قال لي يا خالد ترانا رتبنا الدروس بأسبوع هكذا، ترانا رتبنا الدروس، احرصوا على الطلاب، احرصوا على الطلاب والاجتماع. قلت إن شاء الله ما يصير له خير يا شيخ. مضى الشيخ رحمه الله، مضى شجاع شعبان ورمضان، ما بدأت الدروس بسبب أنه يعني تقارب الوقت ورمضان أصلا الطلاب ينصرفون، بدأت بعد وفاته رحمه الله بزمن. المقصود لما بلغنا هذا بلسانه بقي الشيخ في المستشفى إلى أن جاء رمضان، وكان يذهب إلى مكة في الثاني أو الثالث من رمضان، وجينا بنمشي للطائرة، حصل مع الشيخ أثر صحي، قال الأطباء ما يمكن يروح الآن، لازم يبقى حتى تجرى له عملية. الشيخ رحمه الله حدثني ابنه، أنا ما شاهدت هذا بنفسي، لكن حدثني ابنه عبد الرحمن إنه الشيخ يوم قالوا له تدخل عملية قال ما أصبر، جيب الورقة، الورقة وش الورقة اللي كاتب فيها ترتيب سكن الطلاب، من المشرف عليه المكتبة، من المشرف عليها، من يخطب مكانه، من يدرس مكانه، قال ائتي بها. قال يا مهيب ويبا، قال لا شبه ولا ما احنا بداخلين. فلما اتى بها انا رايت توقيع الشيخ، عندي صوره منها، قرات على الشيخ ووقع عليها وقال يلا المستشفى غرفه العمليات. دخل الشيخ رحمه الله غرفه العمليات والحمد لله يعني امد الله له في العمر وخرج، لكن الشاهد انه رفض ان يدخل حتى يعني يوقع على الورقه التي رتب فيها دروسه، لانه ما يدري يمكن يعني يصيبه غيبوبه، يمكن تمتد فتتعطل المصالح القائمه التي كانت في جامعه رحمه الله، لانه يعني تعرفون يعني الامور هذه قد تحتاج الى شيء من 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 المبادره، فبادر رحمه الله الى ترتيب دروسه على النحو الذي جرى بعد وفاته. اسال الله جل وعلا ان يدخله الجنه وان يغفر له. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.